فاطمة من قطر بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لصلاة 12 ركعة التي فيها فضل عظيم وهي بناء بيت في الجنة، هل لازم أني أصلي قبل الظهر مثلا وبعد الظهر وكذا، ولا 12 ركعة في اليوم مطلقا؟ أختي فاطمة بارك الله فيك وزادك الله حرصا، ويعني بالنسبة للسنن الرواتب رتبها النبي عليه الصلاة والسلام على الصلوات الخمس، رتبها النبي عليه الصلاة والسلام على الصلوات الخمس، ولذلك لماذا سميت رواتب؟ لأنها مرتبة على الصلوات الخمس قبلية وبعدية. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وبينها عليه الصلاة والسلام 2 قبل الفجر يعني بعد الأذان، 4 قبل الظهر يعني بعد الأذان، 2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، 12 ركعة مرتبة على الصلوات الخمس. أما قضية أن يجي شخص يقول لا اللي صلى 12 ركعة في اليوم والليلة ينال، هذا أخطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام رتب على الصلوات الأربع وليس الخمس، لأن صلاة العصر ليس فيها سنة راتبة، الفجر والظهر والمغرب والعشاء. ولذلك إذا أردت بيت في الجنة احرصي على 12 ركعة بهذا الترتيب اللي وضع النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك.